ولإلقاء الضوء أكثر على حال التعليم في العراق في ظل فضيحة الشهادات المزورة التي فتح التحقيق فيها الحكومة اللبنانية، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي حامد الصراف. أهلا بك أستاذ حامد. يعني بداية، وزارة التعليم العالي في العراق استعرضت إنجازاتها خلال عام، هل للحكومة ووزارة التعليم فيها إنجازات في ظل خروج العراق أصلا من قائمة التصنيف العالمي للتعليم؟ مساء الخير عليكم جميعا. في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة مأساة التربية والتعليم والثقافة ليست وليدة اليوم والأمس، هي تعود إلى سنوات ماضية، يعني منذ تسلم وزراء المحاصصة يعني زمام الأمور في الجامعات، وهم ليسوا لا يملكون وليس لهم علاقة على الأطلاق بالجامعات العراقية، لأنه نظام محاصصة. فبالتأكيد لما يأتي لا يعرف لا جامعة ولا حيثيات وتفاصيل مهمات الوزير في التعليم العالي والبحث العلمي، الوضع زاد سوء ومأساة، ووصل حد الكارثة الآن خلال هذه السنة الأخيرة بفقدان الثقة تماما، يعني لدى الأساتذة، لدى طاقم الجامعة والكلية والمعهد، لأنه هناك فعلا تحايل، يعني وحتى الطلبة الآن يتحدثون بشكل علني أمام الملأ من أنه إذا كان الوزير يملك شهادة يسموها مزورة، يعني غير معترف بها، لا تخضع للمعايير الاعتراف لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي اعتادينا احنا منذ ان نشأت فعلا حركة او مسيرة التربية والتعليم العالي في العراق. هناك كانت ضوابط حقيقية، هذه لا تخضع لمشيئة المحاصصة، كانت فعلا بمعايير علمية، لكن للأسف الشديد الوزير يأتي بمجرد تلفون، يعني مكالمة من رئيس الميليشيا، زعيم الميليشيا يقول له غدا ستكون وزيرا، وفعلا ارتدي ملابسك وتعال لتصبح وزير. فطبعا هذه عمليه تثير يعني القلق على التعليم العالي. لا ننتظر شيء منهم. سيد حامد، في ظل هذا الفشل، في ظل هذا الفشل يطفو ملف تسوية الكوادر التعليمية والحديث عن رشاوى مدفوعة. على سبيل المثال لا الحصر، ما أثر مثل هذه الملفات على جودة التعليم في عموم العراق؟ لا أشوف جودة التعليم الحقيقة تخضع لعوامل كثيرة، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. العوامل الذاتية هي تتعلق بالوزارة وبال يعني الإدارة الوزارة، الجامعات، الكليات، المعاهد، اختيار الكادر الإداري والتعليمي، هذه من ناحية ذاتية، والمناهج طبعا وتفاصيل كثيرة تتعلق هي في كيان الوزارة. لكن دعنا نتحدث هنا من زاوية ملف تسوية الكوادر التعليمية والحديث عن الرشاوى وأثرها على الواقع التعليمي. تفضل سيد حامد. هذه قضية أخرى، هي هذا اللي يسموه الجانب الموضوعي، يعني الفساد المستشري في العراق هذا يأثر تأثير كبير، محاصصة وفساد ورشاوة ومحسوبية ومنسوبية، لذلك العملية تخضع لهذه الظروف، الظروف الموضوعية الحقيقة سيئة جدا. البيئة التعليمية والتربوية والثقافية في العراق أصبحت الآن في منحدر خطير جدا، لذلك أصبح أيضا هذا الجو، هاي البيئة طاردة للكفاءات العراقية، يعني خيرة الكفاءات العراقية الآن أما تهجر البلد أو تركن تكون مهمشة فتسكت بانتظار حالتها على التقاعد، لأنه الوضع يعني لا يقبل. إذا ميليشيات تسيطر على يعني دوائر الدولة، فكيف يواجهون كادر مدني يعني ممكن، لكن يواجهون ميليشيات؟ هذه عملية صعبة جدا على الأستاذ الجامعي. نعم. طيب أين تقف المحاصصة باعتقادكم من هذا التخبط في سياسات وزارة التعليم، خصوصا إذا ما علمنا أن وزير التعليم ينتمي بشكل أو بآخر إلى ميليشيا العصائب؟ هو هذه العقدة، هذه هي الحقيقة مكمن الخطر، أنه المحاصصة احنا شخصناها منذ زمن بعيد، وأنا شخصيا الحقيقة حكمت قضائيا بسبب كشفي للفساد، وقلت أنه هاي محاصصة سوف تدمر
التربية والتعليم والثقافة، وخصوصا التعليم العالي. أنا في الجامعة هذا الكلام قلته ودفعت ثمن كبير يعني خلال السنوات الماضية منذ أكثر من 10 سنوات. لذلك الحقيقة الوضع خطير جدا، لأنه المحاصصة لا تلتفت إلى الكفاءات، إلى المؤهلات العلمية. الكفاءة الآن مغيبة مهمشة، لكنه الآن الدور أعطي بشكل أساس للأجندات الخارجية أولا، وللميليشيات وللفاسدين طبقا لنظام المحاصصة المقيتة، لأنه أمريكا تريد هذا النظام، هي جلبته للعراق، وإيران مستفيدة منه لأنه تخرج وأتباعها هم الآن يتبوؤون المناصب العليا في الدولة، وخصوصا في التربية والتعليم كانوا يعني هم اللي يسيرون هذه الدفة، دفة مسيرة التربية والتعليم والثقافة، تبعا لمشيئتها بطريقة طائفية، بطريقة سياسية ممنهجة لتدمير التربية والتعليم والثقافة، وهذا الحقيقة نجحوا إلى حد كبير به. نعم. طيب، فيما يتعلق بملف عشرات الآلاف من الشهادات العليا المزورة التي حصل عليها عراقيون بغية الحصول على مناصب عليا في الدولة، كما يعني نشرت هذه الأخبار كما تعلم، وقد فتحت العديد من المؤسسات القضائية اللبنانية هذا الملف، السؤال هنا لماذا لم يفتح تحقيق جاد في هذا الموضوع داخل العراق؟ لأنه لا يمكن لا يحارب الفساد يعني إلا يكون نزيه، الفاسد لا يحارب الفساد، لذلك لماذا يكشفون فسادهم بأنفسهم؟ هذه طبعا عملية مستحيلة، لذلك يتم التعتيم على كل مجريات الأمور خدمة لبقائهم. هم يرومون لتبوء المناصب العليا بهذه الدرجات التي حصلوا عليها، 27,000 شهادة مزورة فقط من لبنان، من 3 جامعات في بيروت، وهناك ايضا عشرات الالاف من الشهادات المزوره من باكستان ومن ايران. الان من ايران بالتحديد تمنح شهادات بخلال ايام، يعني وهناك مكاتب تجاريه تحضر الاطاريح والرسائل الدراسات العليا لمن يشتري، وطبعا مبعوثيهم هم انفسهم يبعثوهم إلى إيران أو أونلاين مثل ما يقال عبر الاتصال، أو يذهب لبضعة أيام يصور ويستعرض أنه هو قد دافع أو قدم أطروحته أو رسالته للدراسات العليا، ثم تنتهي المسرحية بطريقة سمجة، بطريقة مقرفة، لأنه العمل يدور في العراق بمشيئة الآخرين، ليست بمشيئة الكفاءات والكوادر العلمية العراقية. نعم. الأكاديمي والباحث السياسي حامد الصراف، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.